مدينة شرم الشيخ مدينة السلام انطلق المنتدى العالمي لشباب العالم، هذا المنتدى الذي جذب إليه الآلاف من جميع أنحاء العالم، 196 دولة يمثلون كافة قارات العالم. يحمل منتدى شباب العالم الذي ينطلق أو انطلق اليوم الإثنين بين طياته رسالة سلام ومحبة للجميع ورسالة بأن الشباب هو الأمل في غد مشرق. المزيد مع الزميله فاطمه خليل في هذا التقرير اهلا بكم رساله سلام وازدهار ووئام تقدمها مصر للعالم من جديد في محفل دولي ثري وشاب تستضيفه ارض الكنانه بمدينه شرم الشيخ انه منتدى شباب العالم منصه فاعله اسسها مجموعه من الشباب الواعد للتعبير عن آرائهم في حضور نخبه من زعماء وقاده العالم والشخصيات المؤثره. البدايه جاءت في الخامس والعشرين من ابريل 2017 عندما عرضت مجموعه من الشباب خلال المؤتمر الوطني للشباب بالاسماعيليه مبادرتهم لاجراء حوار مع شباب العالم. وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح واعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم ليعبروا عن ارائهم وعن رؤيتهم لمستقبل اوطانهم وللعالم اجمع ليعقد منتدى شباب العالم لاول مره في شهر نوفمبر من العام ذاته وبنسخه الثلاث يصبح تقليدا سنويا ورغم توقفه منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا، ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة، وذلك في الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير الجاري، بمشاركة شباب وفتيات من 196 دولة من مختلف القارات، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وحرصا منها على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة أعلنت إدارة المنتدى عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة وتكفلهم بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل كما أعلنت الإدارة عن تبرعها ب مليون جنيه من فائض ميزانيتها هذا العام لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية هذا ويتناول المنتدى في نسخته الرابعه ثلاثة محاور رئيسة هي السلام والتنمية والإبداع ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة من خلال الجلسات وورش العمل. وحسب خطة عمل المنتدى تتضمن الفعاليات منطقة ريادة الأعمال وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. ومن ابرز الفعاليات كذلك ساحه الابتكار والابداع والتي تقدم عددا من التطبيقات والحلول للموضوعات التي يتم مناقشتها خلال المنتدى ولكن هذا العام بشكل افتراضي رقمي اما مسرح شباب العالم فانه ينطلق هذا العام بشعار الفنون والثقافه جزء من التنميه وحقوق الانسان ويتضمن مشاركة فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة هذا وتم إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth فورم على أبل ستور وجوجل بلاي ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم اذن هي فرصه واعده تقدمها مصر لكل من لديه الحلم والاراده والتصميم على احداث تغيير حقيقي بالعالم الان وفي المستقبل